من الذي يرغب منكم أن يكون من أهل الفردوس الأعلى؟ كلكم؟ نعطيكم الصفات التي تكونون بها من أهل الفردوس الأعلى؟ إيش رأيكم؟ كم تبون؟ حط 6 صفات ولا 7؟ 7 تخليكم تدخلون الفردوس الأعلى. اكتبوا اكتبوا، يمكن تنسون، اكتبوا، مهم هذا. إلا إذا تساءلكم ما تبون الفردوس الأعلى. أول شيء الإيمان. 2 اكتبوا الخشوع في الصلاة. ايش رأيكم في الصفة الثانية؟ أنتم من أهلها؟ خشوع في الصلاة. ايش يعني خشوع في الصلاة؟ تؤديها بطمأنينة وتتفكر في معاني ما تقرأ. ايش معنى سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، وتؤديها على وفق سيرة، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. سهلة الثانية. طيب الثالثة، الإعراض عن اللغو والكلام الذي لا فائدة فيه والأعمال التي لا فائدة فيها. أي كلمة ما لك فائدة فيها لا دنيا ولا آخرة اتركها عشان تكون من أهل الفردوس الأعلى. كلام في فلان أو فلان، أو الحديث فيما لا ينفع، أو الألعاب اللي يلعبها الإنسان اتركها، هذا لغو. عرفنا الخصلة الثالثة. الرابعة، أداء الزكاة للي عنده مال تجب فيه الزكاة. الصفة الخامسة، حفظ الفرج. تنتبه فرجك فرجك. الصفة السادسة، الأمانة، الشهادة تقوم بها. أي شيء تؤتمن عليه، عملك أمانة، دراستك أمانة، إذا وصيت بشيء هذا أمانة، إذا استحفظك إنسان شيء أمانة. الخصلة السابعة وهي الأخيرة، المحافظة على أداء الصلوات، فجر، ظهر، العصر، المغرب، العشاء. كم صفة؟ 7. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله يجعلكم من أهل الفردوس، أسأل الله يعينكم على أنفسكم، أسأل الله يعينكم على أنفسكم ويجعلكم من أهل الفردوس. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.